هذا السائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا إذا قتل شخص آخر ظلما فإنه يهرب ويلتجئ إلى قبيلة أخرى وتؤويه خوفا من أن يقتل، هل يكون هذا في من آوى محدثا؟ نعم، يدخل في من آوى محدثا، لكن ما حكم عليه بالقصاص، لكن لا يؤويه ولا يمنعه من طلب الحكم عليه عند القاضي. نعم.